منتخب العربي الجزائري يلتقي نظير منتخب النيجر ضمن مباريات هذه الجولة، الجولة الثالثة للتصفيات المرحلة الثانية المؤهلة لكأس العالم. ويظهر في الصورة بغداد منجاح، سفيان بيغولي، وكذلك بقية النجوم بما فيهم ويتقدمهم رياض محرز للمنتخب الجزائري، نجوم عرفناها وحفظنا أسماءها، نجوم لامعة في سماء كرة القدم الأفريقية والعربية بل قبل ذلك العالمية. إذا حكام المباراة يتقدمون إلى ملعب المواجهة في ملعب البليدة لهذا اللقاء في مواجهة النيجر، في مواجهة ليست جديدة على مستوى حدث ذلك في التصفيات كأس العالم 2006. المنتخب النيجر المنطقة القوية جدا في القارة الأفريقية على المية الجانبية. لاحظوا مرة أخرى المحاولة لمنتخب النيجر انطلاقة من الجهة اليسرى البحث عن رياض محرز وعبد المتعالى. نشهد المنتخب الجزائري يعود لتحقيق الهدف الجزائر، المحاولة من جديد التغطية والإبعاد الكرة إلى الماضي للاعبين إلى جانب المنتخب الجزائري. تمريرة ملعوبة في ظهر 80 وعام 86 وبعد خسارة كساني دودة، الكرة تبقى الآن لصالح الجزائر. غادر حارس المرمى كساني دودة يلعب كرة في الجهة اليمنى مع الجزائر. موضوع الوصول إلى المراحل النهائية في مونديال الشباب الكرة الأوروبية، الكرة ملعوبة الآن لصالح منتخب الجزائر. يلعب الكرة من أمام، المحاولة في منطقة الجزاء والتسديدة، التصدي جاء من حارس المرمى كساني دودة. فرصة ممتازة لمنتخب الجزائر، كانت عنده فرصة ممتازة يسجل اول اهدافه في شوط المباراه الاول، لكن الكره تصدى لها كساني دودة. الكره تبقى لها لصالح الجزائر. غادر واصل الى خارج ارضيه الملعب، لاحظ ذلك المدافعين، والتمريره تعود من عيسى غازي. سفيان عدا، سفيان مع الكره، سفيان ما زال يحافظ على الكره توجه الجزائر. الكره تلعب عرضيه في منطقه الجزاء جهه اليمين، الانطلاقه ما زالت مستمره في منطقه الجزاء. شوف التسديدة الماضي عبد القادر، وتمريرة طولت التسديد من مسافة بعيدة لكنها واصلة باتجاه ركلة ركنية في صالح المنتخب الجزائري. ملعوبة إلى ملعب في تونس إلى جانب النجم الساحلي وكان متعلقا. المحاولة الماضية وصلت باتجاه كساني، شوف التسديدة من مسافة ملعوبة لصالح المنتخب الجزائري بتمريرة باتجاه رياض. المباراة ثم انطلاقة رياض، ورياض يرسل كرة، وسجل معها هدف الجزائر الاول في شوط المباراة الاول لمنتخب النيجر. تصويبة رياض محرز والهدف الرائع اللي سجل رياض ليس باستثناء على منتخبات الافريقية الاخرى. المرور مستمر والفرصة خطرة والتسديد، التمريرة ملعوبة في اليسار، طالت على كل اللاعبين اليسار والمرور، هذه خطرة، حذاري حذاري مثل لمنتخب النيجر. الكرة تلعب ساقطة في منطقة الجزاء، بالرغم الكرة الآن منقولة طويلة بالأمام بعيدة على رياض محرز. محاولة الماضي والفرصة كانت خطرة شوط المباراة الثاني. هذه كرة ملعوبة إلى بغداد، بغداد عنده انطلاقة، والصفوف في بغداد حكم المباراة كان غريب وطالب بغداد باستمرار اللعب بأنه الكرة الماضية لم تكن تستحق مخالفة. بغداد عند اعتراض على قرار حكم المباراة. شوف الإعادة مرة أخرى، المحاولة من بغداد فيها إعادة كبيرة مع الكرة الماضية. المنتخب الجزائري يسجل هدف الثاني في المباراة، الهدف الثاني للخضر. نعم بيغولي يضيف الهدف الثاني، وهم محتارين انت اللي سجلته، يقول لهم لا هو اللي سجله، مين اللي
الان اللي سجل الان يطالبون فيها في حالة تسلل الكرة لمنتخب النيجر. هدف اول يخلص الفارق لمنتخب النيجر. هدف اول يخلص الفارق لمنتخب النيجر. تساب انطلق بالكرة الماضية وسط مطالبات من لاعبي منتخب الجزائر في راية وتسلل بغض النظر عن القرار القانوني، لكن التمريرة ناقصة ليل. هذه الكرة من تساب اللي سجل هدف تخليص الفارق بين اقدام رئيس بولجي. اصبح منتخب النيجر على بعد هدف. انا معقول ليبوي الى الامام راحت عندها رئيس بولجي انتصار من هذه المباراة. بوركينا فاسو في اخر نتيجة كان منتخب بوركينا فاسو متقدم بهدف قبل لا شيء، والان المنتخب الجزائري يقترب من الهدف الثالث. ركلة جزاء، نعم قرار كان يفترض ان يحدث في شوط المباراة الاول من حكم المباراة السيد عيسى سييف، جاء في شوط المباراة الثاني. انطلاقة رائعة من سفيان بيغولي وركلة جزاء، نعم دخول غير موفق لمدافع منتخب النيجر. هي محرز، رياض محرز تقدم، ورياض هي يا محرز. هدف ثالث للمنتخب الجزائري. الخضر مرة أخرى يسجلون للمرة الثالثة في المباراة، وعبر رياض محرز من ركلة الجزاء من علامة الجزاء. رياض محرز في كل المسافات، بغيتها من بعيد بغيتها من أمام حارس المرمى. رياض محرز عنده قدم ذهبية. رياض يسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري مرة أخرى. الجزائر تعود وتصبح أولى. اللعبة عرضية اليسار إلى فرصة لمنتخب النيجر. التسديدة رياض يلعب كرة في الجهة اليمنى إلى رياض. إلى رياض تكمل وتكمل ونجمة تكمل، وهي من رياض وهي عند رياض. حتى هو مخطي لازم تروح للمرمى هدف، لازم تروح للمرمى هدف، لأن الكرة تحترم رياض، تحترم رياض من كان يحترمها دائما وأبدا. رياض هي تحترم رياض، وعند أخطاء رياض هي تقول بالنيابة عنك أذهب إلى المرمى. أعلم أنك أردت الشباك نيابة عنك، أذهب إلى المرمى. الكرة من اختارت الشباك لم يختارها رياض. الهدف الرابع في صالح منتخب النيجر، أو في صالح منتخب الجزائر في مرمى منتخب النيجر. واصلة لصالح منتخب الجزائر.